يعني الموازنة صرفها في كل الأحوال وتشريعها وصرفها حتما في مصلحة المواطن، ولكن أن نقول بأنه كل الشرائح مردودها سيكون بنفس الشكل هذا الكلام غير صحيح، لأنه طبقة الموظفين أكيد يعني رواتبهم ستكون مضمونة. هناك في الجانب الاستثماري موازنة لا بأس بها، وبالتالي القطاع الخاص أيضا سيستفيد من عدها. هناك في يعني فرص عمل جديدة أدخلت يعني 712 ألف درجة، وهؤلاء سيستفيدون أيضا. وبشكل عام وجود الموازنة في أي دولة بمعنى هناك استقرار أمني وسياسي واقتصادي، وهذا الاستقرار يولد الانتعاش فلنقل جذب الاستثمارات الخارجية.